مرحبا جميع، كيف الحال؟ ورجعنا معكم في الحلقة رقم 4 من حقائق هوليوود. طبعا أنا عادة ما نزل هذا النوع من الفيديوهات إلا إذا كنت قاعد أشتغل على فيديو ثاني يحتاج مني وقت أكثر، فعشان كذا أنا أختار فيديوهات تكون خفيفة وما تطول علي في الإعداد. خلونا ما نطول ويلا نبدأ. المعلومة رقم 1، أثناء تصوير أول مشهد في فيلم سكريم، الممثلة درو بيري مور اتصلت على الشرطة عن طريق الخطأ أكثر من مرة، فهذا المشهد كان المفروض أنه يؤخذ وان تيك، يعني ما يمديها أنها تعيد أو أنها تخطأ في هذا المشهد، فلذلك اتصلت على الشرطة عن طريق الخطأ وطلبت المساعدة وبعدها انقطع الخط. لكن هذه الحادثة تكررت أكثر من مرة مع الممثلة واتصلت على الشرطة أو قسم الشرطة أكثر من مرة، فأثناء تصوير المشهد اتصل عليهم مركز الشرطة وطلب أنه يعرف ما سبب هذا الاتصال وكان يبغى يحقق مع الجميع، لكن مخرج الفيلم تكلم معه وفهمه أن الموضوع كان تمثيل والممثلة دقت عن طريق الخطأ. للأمانة شيء طبيعي أنه يصير لأن الممثلة كانت جدا متوترة والمشهد كان جدا مخيف. والمعلومة رقم 2، فيلم روكي أحد أشهر الأفلام للممثل سيلفستر ستاليون وأكثرهم شهرة والفيلم اللي أصلاً شهر هذا الممثل. الشيء العجيب أن هذا الفيلم استغرق منهم تصوير فقط 28 يوم، يعني متخيلين هذه التحفة الفنية وأحد أيقونات الأفلام في عالم السينما تصور معهم في 28 يوم فقط. هذا الفيلم أحد أقوى الأفلام عندي وجدا يأثر فيني لما أتابعه، وللأمانة ما أحد راح يصدق أن هذا الفيلم وطول هذا الفيلم تصور معهم فقط في 28 يوم، شيء مجنون يا جماعة. والمعلومة رقم 3، الممثل دانيال كريغ عن طريق الخطأ كسر خشم المصارع ديفيد باتيستا في أحد المشاهد القتالية من فيلم W7 سبيكتر. دانيال تحمس وضرب الممثل ديفيد على خشمه عن طريق الخطأ، والشيء الظريف أن الممثل دانيال لما ضرب الممثل باتيستا هرب عنه بعيد لأنه كان متوقع أن المصارع باتيستا راح يلحق وراه ويضربه، لكن المصارع ديفيد باتيستا أخذ الموضوع في روح رياضية وقعد يضحك. Don't mess with the Craig. You really wouldn't mess with him. And I threw this punch. I hit him on the nose and I heard this crack. And I went, oh, God, no, and ran away. And he was so sweet. And he literally did something like this. He went, kind of went, No. والمعلومة رقم 4، في فيلم هوم ألون كان فيه مشهد انه كيفن قاعد يتابع فيلم قديم من ايام السبعينات او ايام الافلام اللي هي ابيض واسود. طبعا الاغلب وانا واحد منهم كنا نفكر ان هذا المشهد حقيقي ومأخوذ من فيلم حقيقي، لكن الشيء الظريف ان هذا المشهد هو كان من ضمن فيلم هوم ألون وتم تصوير هذا المشهد وتقديمه على انه فيلم قديم، فكمية الابداع اللي طلعت في هذا المشهد خلت الكل يصدق ان هذا فيلم قديم موجود من ايام الثمانينات او السبعينات أو الأفلام القديمة اللي هي أيام الأبيض والأسود، لكن هذا الفيلم تم تصويره من ضمن فيلم هوم ألون، يعني هو مشهد من فيلم هوم ألون لكن قدموه على أنه فيلم قديم. حقيقي المشهد إبداع يا جماعة، وأنا كنت أبحث عن هذا الفيلم على أساس أني أبغى أتابعه وكنت مصدق أن هذا الفيلم حقيقي. 1, 2, 10 Keep the change, you filthy animal. والمعلومة رقم 5 والأخيرة معنا، الممثل جيم كاري هو كان أول ممثل ينزل 3 أفلام في سنة واحدة وجميع هذه الأفلام تأخذ المرتبة الأولى في البوكس أوفيس في أمريكا، يعني 3 أفلام في سنة واحدة وكلهم ينافسوا على المرتبة الأولى، وهذه الأفلام كانت فيلم The Mask وفيلم إيس فانتورا بيت ديتكتيف وفيلم Dump in the Dumber، وللأمانة كل فيلم أقوى من الثاني وأنا استمتعت فيهم جميع وكل مرة أحس فيها في الطفش أو الاكتئاب أتابع واحد من هذه الأفلام. اوكي هنا وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى ان المعلومات كانت ممتعة بالنسبة لكم، يعطيكم الف عافية على المتابعة، مع السلامة.